اول شيء سنه سعيده عليكم حبايب قلبي، ان شاء الله تدخل عليكم هالسنه بالحب والعطاء والهنا والسعاده وبتحقيق كل احلامكم. شكرا كثير كثير لكم، شكرا لكل حبايب شيماء يلي شاركوني الحب والاحترام والعطاء، شكرا على كل شيء قدمتوه لإلي خلال هاي السنه، وشكرا كمان للناس الجديده يلي اجت للقناه. هلا هذا الطرف فيه مكياج وهذا الطرف ما فيه مكياج، استوحيت هالفكره منكم انتو على الانستغرام. يلي مو متابعني روحي تابعني بقزبه شيماء عشان تشارك معي كل شيء على الانستغرام. خبرتكم اذا حابين تشوفوا فيديو اغير شكلي بالمكياج او انجازات 2018، ففي منكم طلب هيك وفي منكم طلب هيك، وانا حبيت انه اجمعهم سوا. هذا اللوك المعروف اللي حطيته هون معروف بالنو ميك اب لوك، هذا اللوك اللي بيعملوه كثير ناس على السوشيال ميديا او في حياته العاديه، انه بيحطوا قليل من المكياج بحيث انه ما بيبين انه عاملين مكياج، بس تبين بشرتهم مشرقه وبين انه متفتحين وهيك، يعني انه عليهم بسمه واشراقه على وشهم. وهون انا ما حاطه ولا شيء وخيله بشر مخليه بشرتي زي ما هي بالحبه اللي هون لهون لهون وكل شيء تمام. فمن خلال المظهر ومن خلال المكياج انا حابه اوصل لكم هالرساله. هلا صرنا انه كلياتنا بنعمل مكياج او كلياتنا بنعمل هيك لوك خفيف كرمال تبين وجهنا مشرق وحلو، حواجبنا تمام، عيوننا مفتحين وكل كذا، مو كانه مرضانين وكذا وبشرتنا شحبه اكسترا. كلياتنا بنعمل هالشيء وكلياتنا بنركز على المظهر، بس بنركز على الداخل كمان ولا لا؟ وهالشيء اللي انا حابه انه اوصله. حبايبي في بعض منكم رسل لي رسائل على الانستغرام، كل واحد بيحكي لي وانا سنه 2018 كانت كئيبه، كانت كذا، فالسنة الجديدة كمان رح تكون مثل هيك، والله كذا والله كذا، والله أنا ما عندي حظ، والله أنا بدي يعني تشاؤم في تشاؤم في تشاؤم. فعم أقول ليش؟ ليش هذا التشاؤم حبايب قلبي؟ ما دام نحن بنركز على المظهر يكون مشرق، لازم كمان نركز أول شيء على الداخل إنه يكون مشرق، داخلنا قلبنا ومخنا لازم يكون مشرق، لازم يكون فيه تفاؤل، لازم يكون فيه حب وفيه أمل لأي شيء، سواء السنة الجديدة، سواء اليوم الجديد، الأسبوع الجديد، أي شيء لازم نكون متفائلين وعندنا لإله أمل كبير في الحياة، لازم ننشر الطاقة الإيجابية مع نفسنا ومع غيرنا. كرمال ضل كل الوسط اللي نحن فيه ايجابي وما يكون سلبي، لانه حتى لو مرينا بعراقل وبمشاكل اذا عم نلاقي دافع ايجابي في الوسط اللي نحن عايشين فيه رح ننساهم كلياتهم ورح نكمل. سنة 2018 بالنسبة لي كانت سنة كتير كتير حلوة مليئة بالانجازات، سواء على القناة سواء في حياتي الشخصية. حطيت لكم ملخص في الانستغرام كمان يلي متابعني بيكون شافه. بلشت بافتتاح اختي امل القناة، كانت شغلة كتير حلوة، عملت عيد ميلادي، اشتريت سيارة، عملت تليفوني، عملت سلسلة أم كرش، كمان سافرت لتركيا، تعرفت على ناس جداد، على ثقافة جديدة، كنت لجنة تحكيم في ملتقى شباب الويب إلى آخره. كثير شغلات كانت حلوة اللي شاركتها معاكم، بس كمان كانت مشاكل وأحزان وعراقل، بكيت وحزنت وجاتني وقت إنه لا ما بعد بدي أعمل، ما عاد كذا، ما عاد كذا، يعني بيجي هالشغلات، بس بالسريع بخرج من هاي الحالة. ما في داعي إنه نشارك الطاقة السلبية سواء مع نفسنا سواء مع غيرنا، بدي كل واحد فيكم يركز على الطاقة الإيجابية داخله وإنه يحط اللمسة المشرقة، يحط اللوك تبع نو ميك اب لوك في قلبه أوف مخه، كرمال تضل عنده الطاقة الإيجابية والتفاؤل والأمل ويعيش الحياة. بدي كلياتكم تبتسموا وتستقبلوا هالسنة بابتسامة عريضة وتقولوا إنه أنا هاي السنة رح أحقق كتير شغلات ورح أحقق كتير أهداف. الله يسعدكم يا رب حبايب قلبي وحقق أحلامكم. شكرا كتير كتير إلكم، بحبكم كتير، شكرا على عطائكم، شكرا على كل شيء بتسووه، يعني ولو أقعد أوصف لكم لبكرة أنا ما رح أحسن أحكي الشعور اللي بحس فيه. بحبكم كثير 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 كثير، الله لا يحرمني منكم. اكتبوا لي تعليقات حلوه، اكتبوا لي اي شيء حابين، اليوم راح اضل على التعليقات اشوف تعليقاتكم. وبس هذا كان فيديو اليوم، حبيت اوصل فيه رساله بسيطه صغيره ويكون فيديو هيك خفيف ظريف، ما حبيت انه يكون فيديو طويل وعريض وكذا، بس رساله بسيطه. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو يوم السبت لانه عنده علاقه بالفساتين وبالتجهيزات وما بعرف شو انتم بتعرفوا، يعني رح تشوفوا يوم السبت. نشوفكم ان شاء الله يوم السبت، خلدت لكم الراحة، بسلامة.